الحادي عشر من مجموعة من الأسئلة لاختبار القدرات. ما قيمة واحد زائدا نص زائد تقسيم ربع؟ طبعا هنا ترتيب العمليات مهم جدا. أولا طبعا أحسب اللي هو القسمة ثم أضيف عليه اللي هو الواحد الجمع، فأقول واحد زائدا ربع نص، القسمة أحولها إلى ضرب، ضرب وأقلب المقسوم فيكون ضرب أربعة على واحد. إذا واحد زائدا شو بيعطينا؟ نص ضرب أربعة على واحد، واحد في أربعة بيعطينا أربعة، واثنين في واحد بيعطينا اثنين، فعلى طول بيعطينا واحد زائدا أربعة على اثنين بيعطينا اثنين، والناتج ثلاثة، فقيمة هذا المقدار بيعطينا ثلاثة.